السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا سنقوم الآن بإثبات السحب من موقع نانو هاش، كما قلت لكم. إذا أعجبتكم قناتي فقوموا بالضغط على اشتراك او الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد، او الضغط على اللايك في الفيديو، او الذهاب الى مدونة استثمار المغرب ويبحث عن طريق النت كما ترون. هي المدونة، الفيديوهات، الشروحات التي هذا هو شرح موقع نانو هاش 6 في شهر 7، يعني 6 أيام. إذا وصلنا لحد الأدنى للسحب، إذا اليوم جاء دور السحب. نذهب إلى الموقع. ها هو الموقع، وصل لي $0.003. إذا $0.003 هو ما يقول لك حد الأدنى للسحب هو $1. قم بالضغط على بايمن. قمنا بإدخال محفظة، قمنا نضغط على هذه، يقول لك نانو هاش، هذه هي محفظة $1. نعم، ما هذا؟ نقوم بترجمتها. نذهب إلى الترجمة. ها هي، يقول لك تحتاج إلى مزيد من القوة التعديل لسحب توازن نانو هاش خاص بك. يجب عليك أولا إيداع أموال لسحب أموال. بدلا من ذلك يجب دعوة مستخدم قام بإيداع إذا لم يسحب وقال لك بغيتي الفلوس، حط الفلوس، عاد جبد الفلوس باش ما تشد لا هذه لا هذيك. اذا موقع نانو هاش لم يثبت مصداقيته، وان كان هناك فيديو وقام بالسحب فان ذاك الفيديو لديه عديد من ريفيرال، وانا ليس لدي اي ريفيرال، ما عندهم فيديو بيا. هاي صفر ريفيرال، يعني خاصك تدخل بنادم عاد باش يحتاجك فلوس. وانت دخلتي واحد 400 واحد، 500 واحد، 1000 واحد، كل واحد تاق فيك $1. انا ما حطيت تا واحد والو، شنو يديو بيا؟ اذا المواقع لا تحتاج النقود. اذا عدنا لكم، نعتذر عن هذا الانقطاع. كما قلت لكم ان هذه المواقع لا تفارق الاموال هباء، لديها استراتيجية ولديها هناك بعض اليوتيوبرز الذين يقومون بالسحب، بإثبات السحب. ولكن انت تثبتي السحب، انت عندك واحد منصة جماهيرية، عندك القناة تاعك فيها واحد 10,000 ولا 20,000 واحد كله ديت. لا جاو حطاوك هما $1 ولا $2 ولا $10، انت جبتي لهم 1000 واحد. 1000 واحد نقولوا حنا 100 واحد، حطا كل واحد $1، 100 دولار تما. شي الفكره تاعتهم كي دايره. اذا كما يقولون المصريون، يا ما تحتي الدنيا سواهي. اذا لم يسحب الموقع،
كما ترون. وها هو خصم لي 1.01 خصمها، 0.2 خصمها هذا الحين. إذا هذا الموقع، إذا لم أقل أنا سكام، فإن هذا الموقع يتبع استراتيجية التحايل كما تعاون. لا خاصك ما يكونش عندك هذا، خاصك تدخل فلوس عاد باش تاخد فلوس. لا خاص يكون معاك واحد 10 ولا 20 واحد عاد. إذا هذا الموقع نصاب بصحيح العبارة، وأرجو أن يعجبكم شرحي وقناتي المتواضعة. وإذا أردتم تسجيل اشتراك في قناتي فالضغط على زر اشتراك والضغط على زر الجرس لكي يصلك كل جديد، ولايكات والذهاب إلى مدونة كونيكسيو ضعيفة، مدونة استثمار مغرب وربح عن طريق النت كما ترون. إذا كونيكسيو ضعيفة، هذه مجموعة من شروحات مواقع. إذا في فيديو قادم إن شاء الله لإثبات سحب جديد أو إثبات أن الموقع لا يدفع. وكما رأيتم هذا الموقع لم يدفع لي وقال لي عدة أشياء، وأنا أعرف من الأول أن هذا الموقع لم يدفع إذا لم ينخرط أحد ريفيرال، لم يدفع الفلوس، لم يدفع المال. إذا إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.